يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بداية أريد أن أبين بإذن المولى جل وعلا أن البيت ملغوم الغام من الجن والأبالسة والشياطين. وحينما نقول هذا بناء على متابعة دقيقة وقد جل الله جل وعلا الأعراض والعلامات التي تجعل من تشخيص البيت الملغوم حقيقة عيانا يعاينها معنى الصغير قبل الكبير، أشياء لولا أنها ترى بعين المجردة لكانت محل شك وظن، وإن كانت عندنا نحن بإذن المولى شيء ثابت. فعين الذي يتبحر ويعي تختلف تماما عن أعين لا تعلم في هذا البحر شيئا. فالاستقراء والمتابعة والأعراض والدلالات بيّنت قبل أن نبدأ أول يوم أن البيت ملغوم، وقلنا هذا وبيّناه بأدلة وبيّناه وضربنا عليه أمثلة، وأصبحنا نرى عيانا أن البيت ملغوم. ما كانوا ليروا هذا قبل البدء، بين اليقظة والمنام من يهجم عليهم، من يريد أن يضربهم، بين اليقظة والمنام من يعاكسهم، بل في اليقظة أشياء لا تخطر على بال لولا أننا نجليها بالحجة والدليل ونؤكد حتى يفهم أهل البيت ما يقع لهم ولماذا أصبح يقع ولم يكن يقع من قبل. لأن الرقية بدأت والحرب بدأت، فأصحاب السلالة والموروث والأبارس في الصحراء عندهم حرب، وجب أن تفهم هذه الإشارة. والمستشار مؤتمن، عندهم ما يسمى بالحرب المرصودة المتتابعة المتتالية التي يريد كبارها ألا تتوقف. نعم، هي حرب معلنة على نسل وسلالة وذرية في خفاء هي كانت، ولكن أهلها أي أهل البيت وأهل الأبدان لم يكونوا بعلم وعلى علم بالحرب التي تكاد ضدهم في خفاء. فبينا هذا بمتابعة دقيقة من الأم وتبين ما فيها وفي كل فرد من أفراد البيت، تبين كل واحد ما فيه ملوك
مفسدات، عاشقين مفسدين، سحر مشعوذين، قل ما شئت تبين في البنات. والطريق موصول للنصر حتى إلى الأبناء. نحن الآن فقط ما شاء الله مع الأم والبنات، ومع ابن واحد، مع ولد واحد، مع رجل واحد بإذن الله، وكلهم تبينت أحوال الجاني المتلبس بهم، بل قل وتبينت كذلك أعراض حقيقية تبين أن البيت فيه شياطين قوية بفضل الله. واليوم رأينا بشرى خير يمد يده ويصافحنا بفضل الله ويبتسم ويتكلم، وهذه منة ونعمة من الله بدأنا نراها بفضل الله. بدأت الحياة والدماء تجري بفضل الله تعالى في الجسد، والابتسام بإذن الله تعالى. لكن السر تحيط بالغرفة عدة مصابيح، المصابيح هذه عادية جدا، إلا مصباح هو الذي على خط مستقيم على رأسه، على سريره وعلى جسده، وقصته سنبينها بإذن الله. نهايتها على أن الجن تسكن هذا الجسد، فإني أعظهم طاعة لله جل وعلا، طاعة للمولى جل وعلا، أن يكون عونا على بر وخير وهدى وصلاح وإصلاح وتقوى. ففي هذا رحمة، رحمة من الله تعالى في الدنيا والآخرة. فمن استعمله الله تعالى فيما يحب فليكثر من حمد الله جل في علاه. وكثير من الناس يحجبون عن بر وعن خير، والسبب الجن والشياطين. يحجبون عن بر وصلة ونجاح وسعة وسعادة، والسبب والسر جن وشياطين. يحجبون عن متعة ولذة في حلال، والسر الجن والشياطين. يبتلون بآفات وعاهات وعلل، والسر والسبب الجن والشياطين. وإياك أن تظن أنهم في القوة سواء، فوالله إن من الجن من أنت تقرأ وهو يبني أسحار، فوالله هناك من أنت ترقي وهو يمسك بالذلة والصغار، فوالله هناك من أنت تقرأ ويقول لك أنا لا يؤثر في ربي الشيطان، وهذا أمر موجود. وهل نقول أن هذه الحالات تنتظر الموت والانتحار؟ تنتظر ماذا؟ لا شيء. الهم والضيق والكرب والغم والاكتئاب؟ لا وربي، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كتاب الله جل وعلا فيه هدى ونور ورحمة وشفاء، لكن علينا أن نكون بإذن الله موثقين، والموفق من وفقه الله جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أمامي الآن جسد يئن، يعذب، يعذب بأنواع العذاب الكبيرة والعظيمة، والذي في الجسد يسمع، يسمعني الآن، هو عاشق متيم، واحد من أفراد السلالة، خدام عين وحسد، خدام عدوان وظلم وانتقام وسحر، جعلها، بل أقول وأوجه له الخطاب المباشر، جعلتها في بيتها، في غرفتها بعد طلاقها، تعزل نفسها في ظلام، ولعلك تجعل معها في البيت أسباب النصر لك والعز لك من أمور كظلام وبعد عن طاعة وعبادة. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. بعدما كانت عند حلم وزوج طلقتها، فأصبحت تنام في عزلة وحدها، ونهينا عن المبيت وعن النوم في عزلة وانفراد. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نعم،
وتسوي لها وتأخذ فكرها وعقلها، وأنت ربما الله يعلم ما تصنع. فاسمع، ولا شك أنك تجعل أسباب قوة في البيت، في أركانه، في فضائه، في جدرانه، في سقفه، بل في هوائه، وهذا أمر معلوم. وقد تجعل لك في البيت أسبابا هي لا تعلمها لكنك أنت تعلمها، كي تكون فيها قويا تلبس فيها. ولهذا ربنا جل وعلا علمنا ما به نجاتنا وصلاحنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويخبر ويبين له من رب العزة والجلال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم هي محبة منه لأمته، ورحمة منه لأمته، ونجاة منه لأمته. فبين أن لا يدخل البيت، لا تدخل البيت ملائكة إذا كانت فيها ماذا؟ كلب أو صورة. وقد يجعلها الشيطان سبب من أسباب القوة والتمرد إذا كان في البيت صورة. تأمل معي رحمك الله، إذا كان في البيت صورة من ذوات الأرواح، صورة تجسد وجها ونفسا وروحا، صورة قد يستهين بها كثير من المسلمين والمسلمات، فالجن يوسوس لك ويعطيك فيها جمالا وذوقا وديكور وما شابه، أو تعلق بفكريات المسببات كثيرة. ولكن الغاية هو يعلم هذا السر، وما كنا نعلمه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به. ثم واقع التجربة يؤكد ذلك، أن الجن والشياطين تعشق وتهوى وتمنى في البيت أمور تجعلها تستأسد وتتقوى، فمن دونها تستأسد تقوى بأسرار أخرى وبأسباب أخرى. لكن إذا زدتها أنت أسباب العز والتمرد زادتك تمردا وتعنتا وأنت الخاسر. من بينها ومن جملتها الصور في البيت. كثير من الناس الخلاف المعتبر بين الفقهاء والعلماء في الصورة هو في أخذها والاحتفاظ بها، منهم من جعله حرا ومنهم من جاز ذلك، ولكن لم يقل أحد منهم أنها تعلق وأن تكون في قبر في ذكور أو تكون وسط البيت أو في جنابة البيت أو في الغرفة، لا، لأن ثم نص صريح ويشهد مع النص، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة، وفي رواية مثال، فالصورة الجن يعشقها ويحبها بل ويستقر داخلها ويسكن فيها وأنت لا تعلم، يتجسد داخلها وأنت لا تعلم، وقد يعشقها ويهواها إذا كانت لك خاصة وأنت لا تعلم. إذن وجب أول شيء التخلية قبل التهلية، أن يطهر البيت. فإذا كانت الأمة يعزلها العاشق في بيتها وغرفتها وتبقى في ظلام، فوجب أن يطهر البيت. يطهر، لا أقول تلك الطهارة المعنوية بداية، الحسية حتى هي موجودة لا بد أن تكون. ويتجلى الأمر بداية أن تزال كل الشوائب والرواسب والمكدرات والمعوقات في طريق العلاج. فنبدأ بإخراج الصور والتماثيل، وإذا كان كلب لا بد أن يخرج من البيت. فالصور معلومة معروفة، والتماثيل أصبحت موضة قبيحة وأشكالها عظيمة. وأضرب لكم مثالا، التماثيل جاء فيها نص صريح، والتماثيل موجودة في البيوت إلا ما رحم ربي، تكون على شكل ديكور صغير بزخارف خشبية، زخارف طينية، زخارف خامية وما شابها، حتى كثير من الناس يقتنونها ولا يعلمون أنها تماثيل، لأن فيها تجسيد لوجه ولروح
وهذا لا يجوز، سواء كان إنسان أو طير أو حيوان، يقال مصلاها انفخ فيها الروح وهم أشد عذابا يوم القيامة، وهم أشد عذابا يوم القيامة، فلا يجوز أن تقتني هذا التمثال سواء كان صغيرا أو كبيرا وتضعه أنت كان في مزهرية أو مكان لأباق أو لأضرفة أو لنفايات أو لأي شيء، لأن من صنعوه لا علاقتهم بالشرع أو لا علاقتهم بالدين، ولكن أنت تقتني وتأتي ببيتك فيأتي فيجب لك الجن والشياطين. أما إذا كانت فيك فهي من تأخذك لتقتنيها حتى ازداد قوة وأنت لا تعلم، وهذا سر عظيم في العلاج. إذن واجب أن تزال الصور والتماثيل والكرامة، أن تكسر طاعة لله جل وعلا وحسابه أجرا لله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك أيضا أمر يغيب عن كثير من الناس، أمر فقهي عظيم يغيب عن كثير من البيوت، وهو الصور الممتهنة والغير الممتهنة. كيف ذلك؟ هي الصور التي تكون مثل حتى في اللباس، وقد يبتلى الشباب فيجعلها كذلك في جدران البيت، أو تكون في كذلك في يعني أمور نمشي عليها لكن تصبح تعظم وتضع في مكان لا تمتهن، كالغطاء مثلا، أو كعلى شيء نجلس عليه، أو كعلى وسادة كما صنعت أمنا عائشة حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل فرأى الصور على ستارها فمزقته وجعلتها على وسادة، وهذا من فقه رضي الله عنها. فإن حين أصبحت ممتهنة يجوز لك أن تتلاعب بها وأن ترميها، فهي ليست معظمة. أما أن تكون هنا صورة مثل شيء كذا وغيره وتوضع هي تعظيم، هؤلاء تحرك هنا الجن سوف يأتي إليها وتصبح في طريق الحرمة، لا يجوز هذا أمر. يدخل فيها أيضا ألعاب الأطفال، إذا كانت ممتهنة يرمي بها كبيبة وقطط وفئران مجسدة، هذا العلماء يقول ممتهنة لا حرج، لأنك ما عظمتها لتلعب دائما هنا وهناك، لكن لا صح الديكور في رف في ركن، لا أصبحت حينها تمثال والجن يسارع إليها ويدخل فيها. أي نعم، أو تضعها في بيتك، وهذه عادات كبيرة عند الناس عند النصارى وعند كثير من الناس، يجعلون مثلا في بيته يعني دومة كبيرة، دب كبير، قط كبير، قرد كبير، وتضمه الأنثى أو يضمه الرجل قبل نومه، فقد تشكل فيه يعني عاشقة أو عاشق أو جن أو جنية أو جن أو شيطان. ومن ثم حينما تحضنه بالليل يعطيك هذا الإحساس أن لابد أن تحضنه حتى يأتيك النوم، وأنت قد حضنت عاشقا أو حضنت أو حضنت عاشقة، حضنت عاشقا أو حضنت عاشقة وأنت لا تعلم، وهذا من دهاء الجن ومن دهاء الشيطان الذي لا يعلمه إلا قليل إلا قليل. فوجب أن يبين. أقول التخلية قبل التحلية، لابد من التطهير، هذا أول شيء. أن تزال المحرمات كموسيقى وأغاني وأفلام ومسلسلات، لا بد أن تزال، لأنك الآن تسير في طريق التخلص من علل تجعل الحياة جحيم إذا أردت السعادة الحقيقية. فإياك أن تظن فيوسوس لك شوية الله وشوية الكذب النفسي، لا، الكل لا، والله تعطيك حق نفسك في المباح، فأنت حينما تغذيه ولو لساعة بشيء حرام جعلت زادا يستأذن في تلك الساعة، يكون ساحر قد يعطي للنفس شحنة وهمة عالية في تكوين حصون يصعب عليك فكها ولو بعد أيام وأسابيع وشهور، فأعطيته الحقنة المغذية وأعطيتك الفجوة في الحرب التي ربما تكون عليك القاضية. فلهذا وجب أن يبين هذا. لا بد أن تكون يد جماعة في الموصول والموروث والمتصل من أجل الوصول إلى الكبار، من أجل وصولك قد تتشاغل مع الصغار، وقد تكون حرب فيها كم وفر تقديم وتأخير وأنت لا تعلم في البيت، والدليل أن البيت كله في شتات، كله في صراع، كله في نزاع، كله في تعطيل، كله في محق، كله في أغراض، كله في فراق، في طلاق وهكذا. فوجب هذا الأمر كذلك أن يبين لأهل الموروث وأهل البيت المسعور أن تزال كل هذه الشواهد
وأن يتحلوا بالصبر وبالرضا وبالتسامح وبالعفو حتى لا يتسلل الشيطان إليهم فيجعل بينهم نفور أو خصومة أو نشوز أو إعراض أو عزلة، وهذا الذي يريده إنما يكون الذئب من الغنم القاصية. هذه كذلك نقاط وجب أن تبين. ثم وجب أن يسمع الآذان والتلبية والتكبير والصلاة على النبي والرقية في البيت والصلاة النوافل في البيت والمقصود فرضها في البيت، لأن هذا يجعل من الأبدان بدأت تستجيب لطاعة الرحمن وتضيق على عباد الشيطان، وهذا أمر وجب كذلك أن يبين بإذن المولى جل وعلا. النساء بالليل لا زنا، لا طيب، لا رائحة، إذا كان لزوجها فبقدر فبقدر، ولا تنام إلا بعدما أن تغتسل وأن تتوضأ إذا كانت في الجماع. ضروري أصحاب الأصحار، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يغتسل ولم يستعمل الغسل فإنه على الأقل أنه يتوضأ. فلا بد نفهم هذه المفاهيم، لأنك الآن مع أعداء يعطونك هالة سلبية ويعطونك هالة كفرية سحرية تثبتك وتنمي عندهم أصحاب وتنمي عندهم بعشق وهيام وغرام، فلا بد أنك تقفل عليهم هذه الأبواب. لا تفتح النوافذ عند غروب الشمس، ولا بد عند ولوج الحمام من أذكار، وعند الخروج من أذكار، عند نزع الثياب أذكار، عند لباس الثياب أذكار، لأنك تبين عندك من لا يغفر عنك طرفة عين، هم معك في كل ثانية بل معك في جسدك، فحتى تعمي أبصارهم تلخ أفواههم، لا بد حتى تطلع أبدانهم، لا بد أن يقول لك ذاك الحصن المنيع هو ذكر الله جل وعلا. أعلم أن الناس صعب عليهم مثل هذه الأمور، ولهذا قل لا بد أن يكونوا على الخير متعاونين فيما بينهم، يذكر بعضهم بعضا في البيت، وهذه أنفع الوسائل للتخلص من أذى الموروث والجن والشياطين الكبيرة والأبائس الصحراء الكبيرة. التعاون حتى يزد الهمة، فإذا تبقى عسى أحدهم أو ربما فطر أحدهم الآخر يذكره بالله جل وعلا، والأخت تذكر أختها بالله عز وجل، ولا بد من فسحة بسماء في مباح بإذن الله دون الولوج إلى حرام. فالنفس قد تمل، نعم تمل حتى في ذكر والطاعة، ولهذا جاءت أنواع العبادات المتنوعة، بل في ركن واحد من أركان الصلاة تجد لك أذكار متنوعة، في عبادة واحدة أذكار متنوعة، حتى لا ينسد إلينا الملل ولا يكون العمل روتيني بل يكون العمل بخشوع وبلذة وبإيمان بإذن المولى جل وعلا. فوجب أن نبين قبل أن نبدأ بإذن الله، وحينما أقول هذا فإني أسمع للجن الذين في البيت حتى يفهموا أن الجن بنور يضيعهم بصيرة وأفقه الأبدان، قبل كذلك أن نبين لمن هم داخل الأبدان من الأبارس والشياطين والجن. فنبدأ بالله المستعينين وعلى الله المتوكلين، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تأتوا مسلمين. قال الله تعالى وإنه لسليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وإنه لسليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هناك أمر نسيته، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفقة فيها جرس، نهى عن رفقة فيها جرس، وهذا حديث عظيم. لماذا قلت لي أني طالعت ساعة جرس؟ وهذا الجرس قد يكون كذلك هو رنين المفتاح الباب يكون جرس، والساعة داخل البيت تكون جرس، والمهينة لأن العلة هذه يعشقها الشيطان وتجلب الجن والشياطين، فلا بد من إشارة. الفقه أمر طيب، والناس لا تعلم هذه الأمور، الجن يعلمها، فإذا كان في رنين الجوال جرس يغير، في مفتاح الباب جرس يغير، في ساعة كبيرة الحائط يغير، لأن هذا كأنه يطيب نفس الشيطان وعباد الصليب والناقوس وما شابه، فلا بد أن نمتثل. فوالله إن الأسباب التي تجعل الجن في البيت يستفسد كثيرة جدا، لو ذكرناها يحتاج منا إلى وقت طويل. منها ما يعلمه الناس
ومنها ما لا يعلمه كثير 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 من الناس، فوجب أن تبين. لهذا أقول حتى نضيق على الأبارسة والجن والشياطين، حتى نضيق على من؟ على الأبارسة والجن والشياطين، فلا بد أن نضيق عليهم، لا بد أن نضيق عليهم قدر المستطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيق عليهم بإذن الله جل وعلا قدر المستطاع. وهم يسمعون الآن، يسمعون أن الله تعالى جاءنا بالعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلا يستطيع شيطان أو إبليس أو مارد أن يقول عندي خبايا وخفايا. نعم، لكن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمك ما لم تكن تعلم. نعم، يكفي فخرا وشرفا أن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ضارت الجن في الآفاق تبحث أن هناك سر جديد منع من استراق السمع في السماء، حتى سمعت القرآن يتلى فقالت هذا الذي منعنا. أول أمر في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صد لأذى الجن والشياطين في الأرض وفي السماء. وهذه من نعم الله لفتة عظيمة جدا وجب أن تفهم. ولثنها الجن والشياطين الأبارسة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر انطاء، وأنا إبليس بنفسه إبليس الذي أنزله الله تعالى من الجنة من السماء ينادي في جنده وجيشه وذريته وحزبه أن طيروا في الأرض وفي السماء فابحثوا ما السر الذي جعلكم لا تأتون بخبر السماء. وهذا ثابت بأحاديث صحيحة. فطارت لتلتمس فوجدت أن هناك القرآن يتلى فعلمت أنه السبب. إذن اللفتة الفقهية هي أن القرآن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان رحمة للمؤمنين من أذى الأبارسة والجن والشياطين، فلا يمكن لا يعلمنا، فقد علمنا كل شيء، علمنا كل شيء لو التزمنا به بإذن الرحمن. ونقولها حتى لمن في الأبدان إن الأحكام التي نسير فيها بتوفيق الله هي عليكم أيضا، فالله تعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولكم، والقرآن أنزل ليكون رحمة علينا وعليكم بفضل الله جل وعلا، بفضل الله تعالى. ولهذا وجب أن نشارككم في الوعظ وفي الخطابة، نشارككم في الدروس في الفقه في الدعاء، نشارككم بإذن الله تعالى في التوجيه في التعليم كما كان يفعل محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قيل ربنا جل وعلا في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، بل قدمهم في كثير من الأمور، قدم الجن على الإنس في كثير من الأمور. على أين؟ أنا أبدأ بإذن الله تعالى بعدما بينت وأراك الآن تهتز وترتعد وتنتفض، وحكمتي والحكمة من هذا أن أجلي أمور حتى تفهم وتفقه. ما يربي الله خير يفقهه في الدين كان إنسيا أو جنيا، فتعلم هذا الدين فريضة. نعم، على كل مسلم كان إنسيا أو جنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولعل الله أن يشرح صدر جني أو شيطان فيسلم لله فيصبح فقيها داعيا إلى الله، يصبح في مجالس الذكر بتوفيق من الله، يصبح باحثا في أسرار علوم الإنس والجن بتوفيق الله، فينفع الله به البلاد والعباد، فيرفعه الله جل وعلا مكانا عليا في الدنيا والآخرة. وما يدرك هذه القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا
اللهم زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم طهر بيوت المسلمين والمسلمات من الأبارسة والشياطين والجان الكفرة، اللهم طهر ربنا بيوتهم، اللهم طهر ربنا بيوتهم، اللهم ربنا طهر أبدانهم، اللهم ربنا طهر أبدانهم، اللهم اجعل بيوت المسلمين والمسلمات قبلة لكل مؤمن ومؤمنة ومحسن ومحسنة، اللهم ربنا اجعل بيوت المسلمين والمسلمات عليها منك بملائكة منك حفظا تحفظهم ربنا في حلهم وترحالهم في ليلهم ونهارهم، اللهم احفظ بيوت المسلمين والمسلمات وأبدان المسلمين والمسلمات وأعراض المسلمين والمسلمات وأموال المسلمين والمسلمات، اللهم ربنا احفظهم بحفظك، اللهم ربنا احفظهم بحفظك، اللهم إنك تعلم من سكن بيوت المسلمين من الأبالسة والشياطين، اللهم ربنا اهدهم، اللهم ربنا اهدهم، اللهم ربنا اهدهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فبسم الله نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس وأن يجعل سبحانه جل في علا هذه الجلسة مفتاح خير لنا ولكل جني وشيطان، أن تكون سبع عفو ومغفرة من الرحيم الرحمن. اللهم اجمعنا على الهدى، اللهم اجمعنا على الهدى، أسمعها لكل إبليس ولكل شيطان ولكل ملك من ملوك الجان وكل خدام والحراس والأعوان، نحن جئناكم مقبلين على الخير، جئناكم بالقرآن، اللهم اجمعنا على الهدى. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا اهد قلوبنا واشرح صدورنا، اللهم ربنا اجمعنا على الهدى، اللهم من اجتمعوا في هذا البيت يستمعون القرآن من الإنس والجان، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم من سكن السقف وفي الركن والسقف اللهم اهده، اللهم من دنا من أجسادنا واقترب من أجسادنا والتصق بأجسادنا بريحه وطيفه، اللهم اهده ربنا ونوره ربنا، اللهم اهده ربنا، اللهم من سكن هذا البيت ووكل به، من سكن هذا البيت ووكل به ووكل بجداره ووكل بسقفه ووكل بسقفه ووكل بسقفه ووكل بأركانه، اللهم اهده ربنا، اللهم اهده ربنا، اللهم اهده ربنا، واجعله ربنا نشيطا في الخيرات فاعلا للمصلات، اللهم ربنا اهده واهد به واهد على يديه، إلهنا وسيدنا ومولانا أنت خالقنا، خلقتنا إنسا وجنا، تسمع ربنا كلامنا، ترى مكاننا، عليم بحالنا، ترى من شاركنا، من يسمعنا، من يرانا، تراهم ربنا، تراهم ربنا بحجمهم بكثافة
بمحبتهم بقوتهم بتنكرهم تراهم ربنا اللهم ربنا اهدهم اللهم ربنا اهدهم اللهم ربنا اهدهم لا إله إلا أنت فالحمد لله الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الحمد لله الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير من عذبتم أهل البيت أنيبوا إلى الله جميعا في كل ركن في كل سقف في كل جدار أنيبوا إلى الله جميعا منكم العاشق المتيم شيطان طيام طار في المرف شيطان قيام طار في أرجاء البيت في أثاث البيت شيطان طير رسالة في البيت شيطان طير تحول في البيت كنقل في البيت طالع وشاهد في البيت اعتدى في البيت شيطان طيار سحر البيت شيطان عاشق طيار طار في أرجاء البيت في سقف البيت في أركان البيت تجسد في البيت تشكل في البيت شيطان طيار
في البيت شيطان، حول البدن شيطان، تنقل في البنات، تنقل في الأخوات، في الأم والبنات، في البنات والأخوات، شيطان عاشقه، شيطان عاشقه، شيطان عاشقه. الله أكبر يا كل عاشق والهاب. سحره عظيم، سحره عظيم، سحره عظيم، بالآثار 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 عظيم، سحره عظيم، عاشق والهاب. الله أكبر من كل عاشق والهاب. بسحر ولج، بسحر ولج، بسحر عظيم، بآثار بآثار بآثار، بنجاسة وآثار، بعقد وآثار، بنجاسة وآثار، بعقد وآثار، عاشق والهاب. تسمع فوالله لك ناصح، اسمع اسمع، عاشق والهاب، بآثار، بنجاسة وآثار، بنجاسة وآثار، بطلاسم وآثار، بجداول وآثار، بعهود وآثار، ساحر 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 شيطان، ساحر ساحر شيطان، ساحر 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 شيطان، في الجسد عاشق والهان، على الخطبة ساحر، على الزواج ساحر، 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 على الفراش ساحر، على الجماع ساحر، على الخطبة ساحر، على الزواج ساحر، على الفراش ساحر، على الجماع ساحر، للفراق والطلاق ساحر، للعداوة والبغضاء ساحر، شيطان يسمع، ملك يسمع، والهان يسمع، معقود يسمع، مأمور يسمع، قوي يسمع، شيطان شيطان في العقل، شيطان طيار، شيطان ساحر، شيطان عاشق، شيطان شيطان على الصدر، شيطان على الرحم، شيطان 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 عاشق، شيطان شيطان عاشق، تقوى بالطلاسم والأسحار، تقوى بالطلاسم والأسحار، تقوى بالعشق والغرام، تقوى بالطلاسم والأسحار، تقوى بالعشق والغرام، في الظلام عاشق، في المنام عاشق، في الظلام عاشق، في المنام عاشق، في كل ليلة عاشق، في كل نوم عاشق، في كل ليلة عاشق، في كل نوم عاشق، في العزلة عاشق، عاشق والهان، في الأنفاس عاشق، في الروح عاشق، في القوام عاشق، في الجمال عاشق، في التزين عاشق، في الزينة عاشق، في التبعد عاشق، في الابتسامة عاشق، في الخطوات عاشق، في القوام عاشق والهان، تملكها بقوة، تملكها بقوة، تملكها
تملكها بقوة تملكها بقوة عاشق ساحر والهان عاشق 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 والهان في الخطى بالمرشوش في الخطى بالمخطى في الخطى بالمدفون في القدم بالمرشوش في القدم بالمخطى في القدم بالمدفون في القدم 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 تحكم في القدم في القدم في القدم مربوط على القدمين في القدم في القدم في القدم في القدم في القدم في القدمين في القدم في القدم في القدم في القدم مربوط على القدمين جان 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 عاشق والهان جان 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 عاشق والهان الله أكبر من كل جان ملك بجنده بخدامه بقبضته بقوته ملك أي نعم ملك ملك بقبضته نعم ملك بقوته نعم ملك ببطشه نعم ملك ملك يهتز ويشير أي نعم ملك بقبضته فهو يترأس جسدا ويتملك جسدا فهو ملكه ملك على جسد وقد يكون ملك من ملوك الجان لكنه وضع الملك على جسد خاب ملكه خاب ملكه خاب سعيه إن لم يسلم لرب العالمين خاب ملكه وخاب سعيه إن لم يسلم لرب العالمين عاشق كانت له القوة الحقيقية في طلاقها وفي عزلتها وطلاقها وعزلتها وتعطيل زواجها فانظر كيف صنعت معك في زواج وكم من زواج انظر كم من خطبة وكم من زوج وكم من زواج غايتك ألا تكون رأسا ألا تكون أما نعم أنجبت حقيقة وأبناؤها بناتها ما شاء الله لكن زواج صوري شكلي لم يدم ولم يستمر ولا لذة فيه ولا متعة لأن لن تراها أبدا ما دمت أنت فيها اقل لي نعم ما دمت أنا فيها لن ترى هذا أبدا فأنا صاحبها الذي كان يوسوس لخلها ويوسوس لبعلها وزوجها وأنا الذي كنت أؤذيها ولازلت أسعى في هذا حتى بقوة وأعدت الطلاق وفرقت وعزلت بقوة فما كان لها من حظ الزواج إلا اسم وإلا الرسم وإلا ذرية أما هي فإذا سألتها فلن تنعم بلذة الزواج أبدا يقول أنا قوي نعم يقول نعم أنا قوي صح أنا قوي وبربك إذا وقفت أمام القوي الجبار ما هو عذرك أمام الله جل وعلا يقول لي إذا جاء ذاك الوقت خلاص كل وقت له وقت صح هذا قول الغافل الذي يعلم الذي لا يعلم قدر الله جل وعلا ولا يعلم جنة الله ولا يعلم حقيقة عذاب الله جل في علا نسأل الله أن يجنى عذابه وأن يقينا عذابه وأن يرزقنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب اللهم آمين أتسمع فوربي إنك إذا أقبلت على الله كافرا مع غمسة اسمع أعطيك وصف دقيق وصف يسير يؤتى بأنعم أهل الدنيا أنعم أهل الدنيا قل من كان ملك وعنده الجاه وعنده الزوجات وعنده المال وعنده الحشم والخدم والحراس والأمر قل ما شئت أنعم أهل الدنيا يؤتى به يوم القيامة والله إن هذا الحديث حق أن يسمع كل مسلم حديث صحيح فيغمس غمسة واحدة في النار غمسة واحدة عندما تغمس خبز زيت غمسة واحدة في النار فيسأل هل مر بك نعيم قط وهذه
كلمة يسيرة لكنها فضفاضة شاملة قوية جامعة. هل مر بك نعيم مع غمسة واحدة أنسته الدنيا ولذاتها وشهواتها ومتعها وفنيها مع غمسة واحدة؟ يقول لا وربي ما مر بي نعيم قط، ما مر بي خلق قط، ما رأيت شيء مع غمسة واحدة. وكان ربما عمر في الدنيا كم 100 أو 200 أو كم، وهو كان ملك آمر، وكان قوي آمر، وكان رجل آمر، وكان عنده ما عنده، لكنه ما كان يراعي حق الله وما قضى الله حقه له. فجاء إلى الله جل وعلا بأن فيه فيغمس غمسة واحدة. ما ليس هذا هو الجزاء، هذا هو الوصف. لا لا لا، سيكون خالدين فيها أبدا، لكن فقط مع أول غمسة. أنا بغيت كنشوف شيبس أو البطاطس ترميها في الزيت الحار مع أول غمسة، كيف تصبح؟ ضع أصبعك حينها، هذا في نار جهنم. وكان منعم مذلل في الدنيا، ربما لا تمسه لا شمس ولا ريح ولا هم ولا كرب، كل أمره مطاع. ويأتي به يؤتى به ظالما فيغمس غمسة واحدة فيقول لا وربي ما مر بي نعيم قط. كل شيء ذهبت الدنيا ولذاتها وبقيت تبعاتها وحصاتها تجزى بها إن خير فخير إن شر فشر. خلاص عظيمة جدا لمن يعقل. هو يؤتى بمن كان يشق بالمناشير أشد بلاء في الدنيا، كان رأسه ينشر بالمنشار، أي نعم كان يشق شقين. فيسأل فيتمنى أهل الصحة والعافية أن لو كانوا من أهل البلاء لما رأوا من أهل البلاء من أجر والثواب. إن كان مع البلاء ضيق وهم وغم وداء ومرض وفقر وتعطيل وكرب، صبر وإيمان واحتساب بأمر الله عز وجل وقضائه وقدره، فكان في جنة عالية. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما قالها الله إلا في الصبر. فهمت؟ لكنك فهمت؟ نعم. لكنك تصبر أنت الآن على المعصية، وفرق بين أن تصبر على المعصية ألا تأتيها وتصبر أنت مصر على إتيانها، فرق كبير. إنسان تحرقه النفس حتى يقبل على نظرة وعلى فساد وعلى ظلم وعلى جور، لكنه يلجم النفس بالتقوى حتى لا يصل إلى حرام، أجر عظيم. فهذه المجاهدة تقاس عند الله بمقياس علمه سبحانه وتعالى، فتكون في كفة الحسنات أنها مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أتظن حينما ترى حرام وتحبس نفسك عنه يضيع سلم؟ لا، أنت تجزى عند الله بمثقال الذرة، وهذا أمر عظيم. قد تحرق الشهوة لكن تحجمها. يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، أي شهوة ليس معنى أن ليست له. فإن الشباب هو محط الشهوة وقوة الشهوة، لكن يعجب ربنا أنه ما وضعها في حرام، فجعله ربنا جزاء على هذا. انظر الميزان، من السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه لا ظل إلا ظله، لا يرى الشمس ولا يرى الحر، لأنه جزاه بمقياس نفسي وقلبي وإيماني. كتم وحبس وحجب شهوة إني أخاف الله رب العالمين، أي نعم. فلا بد أن تفهم أنك أنت عاشق الآن، لكن لو أنك تأملت الله جل وعلا ما قال لك معشر الجن، ما قال لكم إن لم تأخذوا شهوة في حرام من الإنسيات فإنها ممتنعة في حقكم من بني جنسكم من الجنيات. هذه معادلة موجودة لا شرعا ولا عقلا. فما معي لو سلمنا أن الجن يقول لك مثلا إذا خرجت من البدن فإن استحالة أن تكون شهوة وصبوة وإقبال على أنثى أو أنا أو امرأة من جنسي،
حين نقول ربما فهو صغير عليم أخذت، وربما هناك جرم أو ظلم هما الذي دفعت. نعم قد نقول هذا، لكن الله جل وعلا جعل الإنس كشهوة الرجال الإنس، قد يكون بهذا فوق لا نعلمه، لكن الله تعالى جعلهم بما بينهم ماذا؟ رجال ونساء ليتزاوجوا ليتوالدوا ليتناكحوا، لكن بما لجنسهم. فقال تعالى حينها بين سبحانه وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين، ووعدهم ربك بظلام خلق بها زوجها ليسكن إليها، هذا حكم للإنس والجن. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فهناك توالد عند الجن. إذن لا يمكن يقول جني أنا أبقى فيها لأن هي شهوتي وهي حبي وهي حبي وعشقي. نقول له جئت الطريقة من غيري سلكتها مسلكا غير صحيح، لأن الله تعالى قال لك. لكن هنا سبحان الله لفتة مهمة جدا، أن الجن المسلم عندهم نظام عقدي شرعي أسري سلوكي تربوي. نعم المسلم الجن. أما الكفرة فعندهم سبي، عندهم حرب، عندهم فساد، عندهم ظلم. فتجده يقول لا أعرف أبي، لا أعرف أمي هنا، أنا هنا، يعني ليس عندهم ذلك النظام. إذن سبحان الله، فمن أراد من الجن أن ينعم بحياة ويكون عرضه محفوظ وتكون أسرته محفوظة، فما عليه إلا أن يسلم الله جل وعلا، لأن الله تكفل بحقوق يلزم بها كل أفراد. بهذا تكون الجماعة، وبهذا تكون بإذن الله تعالى يكون الأمن والأمان. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الجن في عالمهم الكفر الفجرة أو الشياطين سبي، قتل، فساد، ظلم، زنا، تعدي على حدود الله، اتهام بحرمات الله. المسلم لا يعرف حقه وحده، ولهذا يسعد في عرضه ويسعد في مجتمعه وفي بيته واسرته. فلا بد ان نفهم هذا. فلا يمكن ان يكون الجن سعيد في زوجة وابنائه ويحفظه الله جل وعلا الا اذا كان حقا مسلما. اما الكافر فهو يرى كما ان زوجه ياخذها غيره بالغصب والقوه، فهو كذلك وجل عليه ان ياخذ غيره بالغصب والقوه. فتكون هذه سبب الولوج من جملة دخول الجن إلى بدن عشقان وتملكا. أعطي فيها قد يكون مسلم ظالم لكن غلبته الشهوة، لكن سبحان ما يئن ويبكي ويخشى ويتأمل وينيب يوم الله تعالى من جديد، فيعلمها ويقنع الله تعالى من جديد. لا بد أن تفهم هذه المفاهيم، لا بد أن تفهم هذه المفاهيم وأن نفهمها للجن أيضا، فهم يوم ما نرى عالمه كبير. قد يكون في عالم الخمس، في عالم الطير، في عالم الزحف، في عالم الركن، في عالم كبير، لكن تحكم ماذا؟ مخاليس الظلم الشديدة العظيمة. وقد يأتي مسلول الحرية فيقول له أنت ملزم أن تبقى في هذا البيت وأن تبقى على هذه السلالة، فيختار منها بنظرة العشق كي تملكها ما تسقى في هذا البيت، وأبقى عسعي من الحياة بعهود سليمانية شمالية كفرية، فالأولى أن تكون حبي وعشقي. وهذه يأذن في إبليس الساحر، خذها وتملكها، وهذا بل يزيد من الشرك السحري والأذى، فيصبح عاشقا متملكا لها، وبالتالي يضعف العذاب من جهة عشقه من جهة سحره، وهذا أمر يطول شره أيضا. إذا وأجب أن نبين الجن الذي يسكنه الآن ويسمعه ويتفاعل أن الله جل وعلا هو الذي خلقك ويعلم حالك. فوالله إن كثير من الناس إنسان تغلبهم الشهوة ويقول في نفسه لا أقدر أن أقلع عنها، فلو قصد ربه جل وعلا مستعينا به متوكلا عليه مضطرا إليه يضع فقده بين يديه ويعتز بالفقر والفقر لا حول ولا قوة إلا بالله، والله سجد في داخله سبب أسرار تجعله يحجب ويقلع ويتوب إلى الله ويصلح بنا ممن تاب إلى العزيز الغفار. لا بد أن تفكر في التوبة هذه، الإقلاع عن الذنب باستعاذة بالله جل وعلا، فالرزق ضعيف لكن ربك قوي سبحانه وتعالى. أقول هذا للعاشق لأنه يرى أنه يحبه، وكل عاشق يرى أن يقول حبي وعشقي وملكي وجسدي وروحي، كأنك إذا فصلته عنها مات، كأن سبك وخشى من الماء. أي نعم، أو أردت على إنسان أو جان الهوى هكذا يظن. ولهذا وجب أن نبين له، فوالله إن الله سبحانه وتعالى اسمع هذه الكلمة هو طبيب القلوب.
إن الرب هو طبيب القلوب، هو طبيبها، يداويها سبحانه وتعالى من عللها وأسقالها وعشقها وحبها الحرام. أما في حلال فإن الله تعالى شرع هذا وأباح هذا وحث على هذا، فبحب لزوجه كنت آخي وكنت آلف ورحمة ومحبة، وتكون تعاون على البر والتقوى والإخلاص وهكذا بفضل الله تعالى. ولهذا الجن تسعى أن تقتل هذه الأمور، وقتلتها حقا بينها وبين زوجها أكثر مرة، وطلقت صحنا. فإني أبين لك وأعلمك بإذن المولى جل وعلا حتى تقام عليك الحجة، حتى تقام على العاشق الحجة، حتى تقام عليه ماذا الحجة. نسأل الله تعالى أن يكون على المحجة، المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهيا إلى الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقِ عصاك، 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 فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. هيا رفع التوحيد، رفع التوحيد في يمين وشمال، اسمعني، رفع التوحيد هيا، رفع التوحيد هيا، ارفع انت التوحيد هيا، لا يجوز ان ترفع التوحيد، لا هو يرفع التوحيد، هيا رفع التوحيد، كتسمعيني ولا لا؟ هيا رفع التوحيد، لا يريد، هو لا يريد، هيا رفع التوحيد في يمين وفي الشمال، هيا رفع التوحيد، هيا رفع التوحيد، هيا 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 رفع التوحيد، هيا 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 رفع التوحيد، هيا بسرعة رفع التوحيد، هيا هيا يمسك على يديها وعلى أصابعها حتى لا ترفع التوحيد، هيا رفع التوحيد، اسمعني جيدا، أنا كناصح رفع التوحيد، هيا 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 كتسمعني وكتسمعني ايش، هيا يقبض بالقبضة في اليمين وفي الشمال حتى لا ترفع التوحيد، وهي أصلا في اللاوعي يعني خلاص، هيا ارفع التوحيد، اسمعني جيدا، أنت لم تعلم شيء، أنا والله العظيم لا أزلت معك في دعوة لله جل وعلا، تسكن سنين، طلقت صح وفرقت صح، طلقت صح وفرقت صح، فأنا لك ناصح، السلام عليكم. طيب ما شاء الله عليك، آه الله الله الله، طيب ارفع التوحيد، ارفع التوحيد، آه ما شاء الله، آه أنت جميل أنت ما شاء الله، فاتح التوحيد هيا، ما شاء الله ما شاء الله، يلا هيا، هيا ارفع التوحيد، هيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقبض هكذا، لا يقبض التوحيد. يعني يقول مع هذه المعجزة، يقول لك أنا كافر، أنا كافر، كفري يحميني ويجعلها لي. أما يقول لك إذا أخذت لي الإسلام فالإسلام يجرني إلى هداية وتوبة والنهاية يقرع عنها وأنا لا أريد، إذا هي جنتي وناري. علمت؟ تفهم معي، إنه يفهم هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان
مارده لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب نعيدها والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب اللهم اهدهم ربنا فوق رأسه وحول جسده اللهم اهدهم ربنا فوق رأسه وحول جسده اللهم ربنا اهدهم في بدنه وفي يده وقدمه اللهم ربنا اهدهم ربنا من وكلوا فوق رأسه وحول جسده وداخل بدنه اللهم ربنا اهدهم ربنا اللهم فك قيودهم ربنا اللهم ربنا نجهم من الكفر ومن الظلم ربنا لا إله إلا أنت والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد اللهم ربنا احفظ ربنا رأسه ويديه وقدميه اللهم ربنا احفظه من بين يديه اللهم ربنا احفظه من بين يديه اللهم ربنا احفظه من أمامه ومن خلفه اللهم ربنا احفظه عن يمينه وعن شماله اللهم ربنا احفظه من كل جان فوقه وتحته وحوله اللهم ربنا فك قيود الجان والشياطين الكبار بالسعر الموصول والعهد الموصول اللهم ربنا اهدهم اللهم فك اتصالهم به اللهم فك اتصالهم بمن بداخله في بدنه اللهم ربنا فك قيودهم وفك اتصالهم وفك أسحارهم به لا إله إلا الله اللهم اهدهم اللهم اهدهم اللهم اهدهم اللهم اهدهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسمعهم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا 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 فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد نسمعها لهم في البيت إن إلهكم لواحد حول البدن حول الأبدان إن إلهكم لواحد نؤكد على من في البيت إن إلهكم لواحد نؤكد
نؤكد على من حول الأبدان إن إلهكم لواحد، نؤكد على من في البيت في سقفه في جداره في هوائه في مائه في طعامه في شرابه في لباسه في يقظته في نومه في ليله في نهاره إن إلهكم لواحد. إلى كل من جعل الأعلام السحرية على البيت إن إلهكم لواحد. إلى كل من رفع الرموز السحرية الكفرية إن إلهكم لواحد. بسم الله نسمعها لكل من أحاط به وأحاط بها حام حوله وحولها. إلى كل من تلبس به وتلبس بها. إلى كل جن شيطان يسمع الآن مع الذبذبات مع الأثير مع الهواء مع الريح بسم الله إن إلهكم لواحد. 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 بها تقطع الصلة مع الأسحار مع الكفار مع الفجار والضلال. لا إله إلا الله إن إلهكم لواحد. نقول لأصحاب الذلة والصغار لأصحاب الذلة والصغار نقول لهم لا إله إلا الله. نسمعكم لا إله إلا الله. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ولسوف يعطيك ربك ولسوف يعطيك ربك فترضى 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 بسم الله اللهم اعطنا اللهم اعطنا من البر حتى نرضى اللهم اعطنا من البر حتى نرضى اللهم اعطنا من البر حتى نرضى اللهم اعطنا من الطاعة حتى نرضى اللهم اعطنا من الطاعات حتى نرضى اللهم اعطنا من البر حتى نرضى اللهم اعطنا من الطاعات حتى نرضى اللهم اعطنا من البر حتى نرضى اللهم اعطنا من الطاعات حتى نرضى اللهم اعطنا 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 من البر حتى نرضى اللهم اعطنا من الطاعات حتى نرضى اللهم اعطنا من العزة حتى نرضى اللهم اعطنا من العزة حتى نرضى اللهم اعطنا من العزة حتى نرضى اللهم اعطنا من الحسن والجمال والقبول حتى نرضى اللهم اعطنا من الحسن والجمال والقبول حتى نرضى اللهم اعطنا من جمال الخلق والخلق حتى نرضى اللهم اعطنا من جمال الخلق والخلق حتى نرضى اللهم اعطنا من القوة والصحة والعافية حتى نرضى اللهم اعطنا من القوة والصحة والعافية حتى نرضى اللهم اعطنا من الإيمان والخشوع والإخبات حتى نرضى اللهم اعطنا من الإيمان والخشوع والإخبات حتى نرضى اللهم اعطنا من حبك وحب نبيك حتى نرضى اللهم اعطنا من حبك وحب نبيك حتى نرضى اللهم اعطنا اللهم اعطنا من صلاح الزوج والولد حتى نرضى اللهم اعطنا من صلاح الزوج والولد حتى نرضى اللهم اعطنا ربنا من الخيرات والبركات حتى نرضى اللهم ربنا أعطنا من الخيرات والبركات حتى نرضى اللهم أعطنا حتى نرضى اللهم ارض عنا 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 لا إله إلا الله
ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى من النصر على الأعداء حتى ترضى من النصر على الأعداء حتى ترضى من هداية الأعداء حتى ترضى من حب الأعداء لك حتى ترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى من الرحمات حتى ترضى من الرحمات حتى ترضى من الرحمات حتى ترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى من شراح الصبر حتى ترضى من طمأنينة النفس حتى ترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى من قوة الإيمان وقوة اليقين حتى ترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى من العلم والفهم والحكمة حتى ترضى من سداد الرمي حتى ترضى من سداد الرمي حتى ترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى من السعة والغنى حتى ترضى من السعة والغنى حتى ترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى من جمال الرؤى من حسن الرؤى من جمال الرؤى من حسن الرؤى حتى ترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى من البركات في اليقظة من البركات في المنام من البركات في اليقظة من البركات في المنام ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى من جنة الدنيا وجنة الآخرة من رحمة الدنيا ورحمة الآخرة من عفو الدنيا وعفو الآخرة من ستر الدنيا وستر الآخرة ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى من هداية الجان من شفاء الأسقام ولسوف يعطيك ربك ولسوف يعطيك ربك ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى في البيت البيت يعطيك حتى ترضى في العمل يعطيك حتى ترضى مع الزوج يعطيك حتى ترضى مع الولد يعطيك حتى ترضى في العلم يعطيك حتى ترضى في العبادة يعطيك حتى ترضى في البر يعطيك حتى ترضى مع الناس يعطيك حتى ترضى في اللباس يعطيك حتى ترضى في الجمال يعطيك حتى ترضى في القوام يعطيك حتى ترضى من حسن الكلام يعطيك حتى ترضى من نور الأفهام يعطيك حتى ترضى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى فترضى بهداية من سكنك بهداية من عذبك بهداية من سكنك بهداية من عذبك بهداية من حام حولك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى بإبطال أسحارك بإبطال أسحارك إبطال أسحارك
بذلك ولسوف يعطيك ربك فترضى بحل عقدك وأقفالك ولسوف يعطيك ربك فترضى بهداية من عشق جمالك وعشق روحك وعشق قوامك وعشق سواتك وعورتك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى يعوضك على ما فاتك يجبر خاطرك على ما فاتك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى المال ماله يعطيك حتى ترضى الجمال جماله يعطيك حتى ترضى الإيمان من الله حتى ترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى بشفاء العين الهالكة بشفاء العين الحارقة بشفاء العين الصاعقة بشفاء العين الماحقة ولسوف يعطيك ربك فترضى بشفاء آثار العين في وجهك بشفاء آثار العين في وجهك بشفاء آثار العين في كلامك بشفاء آثار العين في قوامك بشفاء آثار العين في دمك بشفاء آثار العين في قلبك وصدرك بشفاء آثار العين في جوفك ورحمك بشفاء آثار العين في سواتك وعورتك بشفاء آثار العين في يدك وقدمك بشفاء آثار العين في عينيك وشعرك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى بهداية من جرى في دمك بهداية من جرى في عرقك بهداية من جرى في عروقك بهداية من جرى في أصلك ونسلك بهداية من جرى في سلالتك بهداية من جرى في عقلك ومخك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى من سكنوا جسدك فعذبوه من سكنوا جسدك فسجنوه من سكنوا جسدك فحرموه من سكنوا جسدك فأغلقوا عليه ولسوف يعطيك ربك فترضى بهدايته بتوبتهم بأوبتهم بخشوعهم ولسوف يعطيك ربك فترضى تفك الأسهار بداخلك تفك الأسهار حول بدنك تفك الأسهار في أماكن بعيدة بجود الله بجود الله بأمر الله ولسوف يعطيك ربك فترضى ترى في جسدك جمالا ترى في وجهك جمالا ترى في قلبك جمالا ترى في قبولك جمالا ترى في أنفاسك جمالا من الله جمالا ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى من حب النبي صلى الله عليه وسلم من حب النبي صلى الله عليه وسلم من حب الخيرات بترك المنكرات ولسوف يعطيك ربك فترضى يحبب لك ما يحب ويرضى يبغض لك ما يكره يبغض لك ما يكره يجعلك في أماكن يحبها يباعدك عن أماكن يبغضها يستعملك فيما يحب ويرضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى في إحساسك في جمالك في سمعك وبصرك ولسوف يعطيك ربك فترضى ما يسرك ما يسرك ما يسرك ما يسرك ولسوف يعطيك ربك فترضى ما يرفعك ويعزك ما يرفعك
يرفعك ويعزك ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ما يرفع قدرك ويعلي شأنك يرفع قدرك ويعلي شأنك في الدنيا والآخرة ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يجعلك مباركا يجعلك مباركا يجعلك مباركا 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 يجعلك مباركا يجعلك مباركا ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله يعلم من سكنك من سكنك من سكنك في الظهر سكنك في الكتفين سكنك في فقرات الظهر سكنك أسفل الظهر سكنك في العصعص سكنك في الخصر سكنك في الحوض سكنك في العورة سكنك في المبايض سكنك في الأحشاء والأمعاء سكنك في الصدر والقلب سكنك في النحر والرقبة سكنك في الناصية والقافية والدماغ سكنك في العينين في الخيشوم في الشفتين في اللسان سكنك في الوجه والمحيا سكنك وفي الوجه الصبغ في الأذن سكنك في الأنامل في الأطراف في اليد في الذراع في الساق في القدم سكنك يهدى 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 ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك من جنده وملائكته يدبون يدافعون يحاربون يقاتلون ولسوف يعطيك ربك فترضى من الجند من الملائكة من الجند من الملائكة من الجند من الملائكة ولسوف يعطيك ربك فترضى فترضى من يحاربون يحاربون من يحاربك يصدون من يصدك يصدون من يصدك يحاربون في اليقظة يحاربون في المنام يحاربون بين اليقظة والمنام ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك يعطيك ربك فترضى من يدك أورامك من يدك سرطانك من يدك أوجاعك من يدك أسهارك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى من يقاتل سعادتك من يقاتل سعادتك يرسل الله عليه من يقتله يرسل عليه من يدكه من يقاتل زواجك من يقاتل عملك من يقاتل سعتك وسعادتك وغناك ومالك يرسل الله عليه من يقتله من يقتله يرسل الله عليه من يحاربه من يحاربه من يحاربه ولسوف يعطيك ربك فترضى بتوكلك عليه وحبك له ولجئك إليه واضطرارك بين يديه ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك يعطيك ربك فترضى تلك الأسات ولسوف يعطيك ربك فترضى بالدعوات ولسوف يعطيك ربك فترضى في نفسك في نفسك في زوجك في ولدك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى 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 نفسك فترضى روحك فيرضى
نصر الإسلام والمسلمين. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك بإخراج الجان والشيطان والأبانسة الكبار. ولسوف يعطيك، ولسوف يعطيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يزيل كراهيتك، يزيل عداوتك، يزيل فرقك وطلاقك، يزيل عزلتك ووحدتك ووحشتك، يزيل فقرك وفاقتك، يزيل داءك ومرضك. ولسوف يعطيك ربك فترضى، فترضى في حركاتك، في حركاتك، في خطواتك، في أنفاسك. ولسوف يعطيك ربك، ولسوف يعطيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. تفضل عين سكنت، عذبت، أمرضت، استطاعت. ولسوف يعطيك ربك فترضى. حاسدي لا حاسدات، أمرض جسدك، حاسدي لا حاسدات، ضحكوا بالك، زواجك، بيتك، فراشك. ولسوف يعطيك ربك فترضى. بنصرك على الأعداء، ينجيك من شماتة الأعداء. ولسوف يعطيك ربك فترضى. كل من سكن جسدك بعينه يسمع، بحسده يسمع، بسحره يسمع، يتنقل خفيه ويتنقل، يتنقل، يتنقل، يتحرك ويتنقل. جلال الله باحث على الخيرات، باحث على المال والبركات، باحث على الخيرات، على المال والبركات، على زينة اليدين، على زينة اليدين، على زينة الزواج. ولسوف يعطيك، يعطيك ربك فترضى، يعطيك ربك فترضى، يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك بشفائك، بشفائك، بمرك عدوائك، بمرك عدوائك. ولسوف يعطيك، ولسوف يعطيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. بالنصر على اليهود، بالنصر على الشياطين اليهود، بالنصر على بارسة اليهود، بالنصر على الجن اليهود والشياطين اليهود والبارسة اليهود، بالنصر على الجن اليهود والشياطين اليهود والبارسة اليهود. ولسوف يعطيك ربك فترضى. بالنصر على الجان اليهود والشياطين اليهود والأبارسة اليهود. ولسوف يعطيك، يعطيك، يعطيك ربك فترضى. من المشريات والمسرات، بالمشريات والمسرات، بالمشريات والمسرات، بالمشريات والمسرات، بالمشريات والمسرات. ولسوف يعطيك ربك فترضى. يبطل سحرك القوي، يبطل سحرك، يبطل أسحارك القوية، يبطل أسحارك القوية، يهد تدك حصونك القوية، تدك حصونك القوية. ولسوف يعطيك ربك فترضى. تدك تيجان، تيجان أبارسة، تيجان
أجنحة الطيار، تحرق 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 أجنحة الطيار، طيار 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 طيار، تحرق أجنحة الطيار، تحرق أجنحة الطيار، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا سوف يعطيك، ولا سوف يعطيك، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا سوف يعطيك، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، 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 ولا سوف يعطيك ربك فترضى. بدك العقد عقد عقد في الجسد خفية، بدك العقد عقد عقد في الجسد خفية، بدك الحصول في الجسد خفية، بدك الحصول في الجسد خفية، بدك الحصول في الجسد خفية، بدك العقد عقد 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 في الجسد خفية، عقد 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 في الجسد خفية، بدك الحصول حصول 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 في الجسد خفية، بدك العقد عقد عقد خفية، عقد 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 خفية، بدك العقد عقد عقد خفية، بدك الحصول حصول حصول خفية، بسم الله تدك دكا، بسم الله تدك دكا، حصول 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 حول الجسد قوية، فوق الجسد قوية، حول الجسد قوية، فوق الجسد قوية، حول الجسد، فوق الجسد، حول الجسد، فوق الجسد، حول الجسد، فوق الجسد قوية، شياطين وبالسة قوية، شياطين وبالسة قوية، شياطين وبالسة قوية، في الجسد حول الجسد فوق الجسد، في الجسد حول الجسد فوق الجسد، وهدوء قوية، أبالسة قوية، شياطين قوية، تدك حصونها حصونها حصونها، تدك دكا، ولسوف يعطيك، ولسوف يعطيك، ولسوف يعطيك، يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك، يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. سحر سحرك، سحر سحرك، ساحرات سحرنك، ساحرات سحرنك، سحر سحرك، ساحرات سحرنك، سحر سحرك، ساحرات سحرنك، سحر 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 وساحرات سحر ساحرات، سحر 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 ساحرات، سحر سحرك، سحر سحرك، ساحرات سحرك، ساحرات سحرك، سحر ساحرات، من الإبس سحر ساحرات، من الجن سحر ساحرات، من الشياطين سحر ساحرات، من الأبالسة سحر ساحرات، عقدوا على النجاح، عقدوا على الجمال، عقدوا على الزواج، عقدوا على العمل والمال، سحر سحروا، سحر سحروا،
داخل الجسد سحر، حول الجسد سحر، في البيت سحر، في أماكن مظلمة، في نجاسات وكفاء مظلمة، سحر 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 للذلة، سحر للقلة، سحر للصغار، سحر للاحتقار، سحر للفواحش والأفلام، سحر على النسل، سحر على السلال، سحر على الجدة، سحر على الأم، سحر على البنات، سحر جاد، سحر شياطين، سحر أبارسة، سحر حول البدن، سحر داخل البدن، سحر خارج البدن، سحر ملوك، سحر فترضى بفك عقد الفقرات
والظهر والعمود والعصعص والخصر والكتف والرقبة والعظام والمفاصل بفتح عقد الجمال والمفاتن والنطق والكلام والقبول بفتح عقد العلم والفهم والإدراك والحفظ والإجابة بفتح عقد الأخذ والعطاء والسير والخطى والمشي بفتح عقد الفراش والجماع والحمل والولادة بفتح عقد السعادة والانشراح والابتسامة. بسم الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك الله جل وعلا من البهاء والنور والبياض والحسن والقبول حتى يكون في القلب الرضا من الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم في الجسد سم الحاسدين والحاسدات تراكم التعطيل من آثار قوية عالقة قديمة من أعين ونظرات حاسدة تجلت في نعمة من النعم وعلى النعم في الذراعين في العضدين في اليدين في المرفقين في الأنامل نعم عظيمة على الأخذ والعطاء وبركة اليد على حسن وجمال الذراع والعضد واليد على جمال اللون والبشرة واليد وعلى جمال الفخذ والساق والقدم والجلد والأصابع والخطى عين ونظرة تراكمت أعين وحسد في الجسد في الصدر وفي الخصر في الرقبة وفي النحر عين وحسد على الوجه وعلى المحيا عين حاسدة ونظرات من الإنس والجن عين وحسد في الشعر عين وحسد في الشعر عين وحسد على الشعر عين وحسد جان حاسد حي حاسد طير حاسد طيار حاسد غواص حاسد بارد حاسد عفريت حاسد من الأبارسة حاسد جان جان وخدام ولجوا بكثرة العين بكثرة النظرات بكثرة الحسد عين وحسد 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 لجان تعلق في البيت لجان تعلق من الصبا من الصبر عين وحسد عين وحسد عين وحسد عين وحسد عين وحسد قوة الجان في البيت وقوة الجان في الجسد في البدن عين وحسد عين وحسد عين وحسد من الأقارب والقريبات من الأقارب والقريبات من أقارب وقريبات الزوج من أقارب وقريبات الزوج من أقارب وقريبات الزوج من أقارب وقريبات الزوج من الأقارب من أقارب الزوج والزوجة من أقارب الزوج والزوجة عين وحسد 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 من أقارب الزوج والزوجة تفضل عين حاسدة من أقارب الزوج والزوجة تفضل عين حاسدة من أقارب
أقارب الزوج والزوجة تبطل، عين حاسدة من أقارب الزوج والزوجة تبطل، عين حاسدة من أقارب الزوج والزوجة تبطل، عين حاسدة من الأصدقاء والصديقات، عين حاسدة من الأصدقاء والصديقات، عين حاسدة من الأصدقاء والصديقات، عين حاسدة من الجيران والجارات. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا إله إلا الله نسمعها لكل جان، لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان، لا إله إلا الله نسمعها لكل جان، لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان، لا إله إلا الله نسمعها لكل جان، لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان، لا إله إلا الله نسمعها لكل جان، لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان، لا إله إلا الله نسمعها لكل جان، لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان، لا إله إلا الله نسمعها لكل جان، لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان، لا إله إلا الله نسمعها لكل جان، لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان، لا إله إلا الله نسمعها لكل جان، لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان، لا إله إلا الله نسمعها لكل جان، لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان، لا إله إلا الله نسمعها لكل جان، لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان، لا إله إلا الله نسمعها لكل جان، لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان، لا إله إلا الله نسمعها لكل جان، لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان، لا إله إلا الله نسمعها لكل جان، لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان، نسمعها لكل جان، نسمعها لكل شيطان، لا إله إلا الله نسمعها
نسمعها لكل جان. لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان. لا إله إلا الله نسمعها لكل جان. لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان. لا إله إلا الله نسمعها لكل جان. لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان. لا إله إلا الله نسمعها لكل جان. لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان. لا إله إلا الله نسمعها لمن سكن البيت في كل مكان، لمن حام حول الجسد في كل مكان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسمعها لكل جان، كل ملك من ملوك الجان نسمعها لكل ملك من ملوك الجان نسمعها لكل ملك من ملوك الجان نسمعها لكل شيطان، لكل عاشق والهان، لكل شيطان، لكل عاشق والهان، لكل شيطان، لكل عاشق والهان، لكل شيطان، لكل عاشق والهان. لا إله إلا الله تسمعها. لا إله إلا الله تسمعها صاعقة، تسمعها صاعقة، تسمعها حارقة، تسمعها صاعقة، تسمعها حارقة، تسمعها. لا إله إلا الله نسمعها لكبير الجان، لكبير الملوك والجان، لكبير الجان، لكبير الملوك والجان نسمعها لكبير الجان، لكبير الملوك والجان نسمعها لكبير الجان، لكبير الملوك والجان نسمعها لكبير الجان، نسمعها لكبير الملوك، لكبير الملوك، لكبير الجان، لكبير الملوك، لكبير الجان، لكبير الشياطين، شيطان، شيطان كبير نسمعه، شيطان، شيطان ساحر نسمعه، شيطان، شيطان عاشق نسمعه، شيطان، شيطان كبير نسمعه، شيطان، شيطان عاشق نسمعه، شيطان، شيطان عاشق نسمعه، شيطان، شيطان ساحر نسمعه، شيطان ملك نسمعه، شيطان يهودي نسمعه، شيطان نصراني نسمعه، شيطان، شيطان، شيطان فاسمع، جان، جان، جان فاسمع، ملك، ملك، ملك فاسمع، خادم، خادم، خادم فاسمع، حارس، حارس، حارس فاسمع. لا إله لا إله إلا الله 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 نسمعها لكل جان، لكل شيطان. لا إله إلا الله بها تبطل الأسحار. لا إله إلا الله بها تدك الحصون وال أسحار. لا إله إلا الله على تاجه، 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 تاجه. لا إله إلا الله على جناحه، جناحه، جناحه. لا إله إلا الله على قدمه، قدمه، قدمه. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
ربها يسلم 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 جنود 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 بها يسلم جنود 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 لا إله إلا الله بها يسلم عمار 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 في البيت عمار حول البدن عمار في البيت عمار حول البدن عمار يسلم 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله في البيت في البيت في البيت يسلم في البيت في البيت في البيت يسلم حول البدن يسلم في البيت يسلم حول البدن يسلم عمار 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 في البيت عمار 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 حول البيت عمار 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 في البيت على الأبدان في البيت يسلم بسم الله يسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يسلم عمار 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 في البيت عمار 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 على الأبدان في البيت على الأبدان في البيت عمار 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 مدارس عمار شياطين عمار ملوك عمار عفاريت عمار بسم الله بسم الله بسم الله يسلم لا إله إلا الله 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 نسمعها نسمعها لعمار عمار عمار في البيت حول البدن في البيت حول البدن في البيت في البيت في البيت حول البدن في البيت عمار 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 في البيت حول البدن في البيت حول البدن في البيت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.